بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه. ناس كتير بتعاني من صعوبه في التنفس وبتقلب معاهم بجيوب انفيه وشخير. احيانا صعوبه التنفس بتخليهم بيصحوا بشكل مفاجئ بالليل، بيستمروا على علاجات كتير جدا لكن مش بيلاقوا تحسن، لان السبب عندهم قائم ومش بيروح. السبب هو للاسف انحراف الانف. مع انه الكلمه دي في حد ذاتها كبيره، لكن لو مهتم تعرف يعني ايه انحراف الانف وايه تاثيره على صحتك، وتعرف منين ان انت عندك انحراف من غير ما تروح للدكتور، ولو يهمك العملية وعايز تعرف ازاي العملية بتتعمل، يبقى انت في المكان الصح. انا عمرو بكر ودي جوه الصيدلية، ويلا بينا نبدأ من جوه الصيدلية. الأنف في الطبيعي عبارة عن مجرى للتنفس بيفصل بينهم غضروف، والغضروف ده بيبقى متبطن بغشاء أو حتة لحمة. خلينا نسهل الموضوع. في الطبيعي إن المفروض إن الغضروف أو الحاجز الأنفي ده يكون في النص، لكن أوقات كتير جدا بيكون في انحراف، بمعنى إن يكون راكن شوية أو جاي على ناحية أكتر من ناحية. يمكن الصورة دي تبين الفرق ما بين الحاجز الأنفي المستوي والحاجز الأنفي اللي فيه انحراف. لو عايز تعرف إن عندك انحراف ولا لا، تعمل ايه؟ اول حاجة بيبان زي ما احنا شايفين كده من شكل الانف. لو الانف مستوي غالبا مش عندك انحراف. تاني حاجة، جرب تعمل القصة دي، جرب تقفل واحدة فتحة من الاتنين وتتنفس من التانية. انا عندي هنا في مشكلة، انا بتنفس من هنا هنا الهم ازاي؟ هنا هنا الموضوع سهل، هنا الموضوع فهنا انا مش قادر اتنفس، في الاغلب هنا عندي انحراف. الانحراف ده مش حاجه واحده، يعني انت ما تقدرش تقول انا عندي انحراف وكده الموضوع خلصان. الانحراف بيبدا من حاجه بسيطه خالص لانحراف متوسط لحاجه معقده او حاجه ممكن تبقى منعك من التنفس تماما وعامله لك مشاكل لحصره لها زي ما قلنا في اول الفيديو. فالموضوع كل ما زاد الانحراف زادت معاها المشاكل وزاد معاها صعوبه التنفس. لما بيكون في انحراف مع صعوبه التنفس بيحصل التهاب في الاغشيه المبطنه للانف وبتورم. بالليل الموضوع ده بيزيد ليه؟ لان الكورتيزول بيقل. الكورتيزول ده اللي هو اللي بيسكن الالم ضد الالتهاب وبيبقى موسع الدنيا كلها. لما بيقل الدنيا كلها بترجع تقفل، فلما تيجي تنام تلاقي نفسك بتتنفس من الفم. ولو جينا بصينا للفم بيحصل ايه لما انت بتنام؟ بيحصل ارتخاء لسقف الحلق، تحصل معاه مشكله الشخير ومشكله صعوبه التنفس، وتقوم من النوم على صداع هيفرتك دماغك، صداع الجيوب الانفيه، وتقوم من النوم عندك يعني جرح، تحس ان انت صوتك من هنا مجروح. الصداع هيفرتك دماغي، مش قادر اتنفس. هي دي بتكون الاعراض بالظبط، وبتكون الحاجه اللي انت حاسسها. هل في علاج للموضوع ده ولا لا؟ اكيد طبعا في علاج باذن الله تعالى، بس الاول اعيرني انتباهك. اعيرني ايه؟ اعيرني انتباهك. لو الانحراف ده بسيط او متوسط العلاج ده هيجيب نتيجه كويسه جدا، اما لو الانحراف شديد فحله الاساسي هو العمليه زي ما هنشوف. هنستخدم العلاج بتاع الجيوب الانفيه. لو عايزين تشوفوا الموضوع بالكامل، موضوع التهاب الجيوب الانفيه وازاي نعالجه، هتلاقوا الفيديو او لينك الفيديو في صندوق الوصف. بس خلينا نلخص الموضوع. اول حاجه في العلاج بتستخدمها، بتستخدم حاجه زي بخاخ ميه بحر بيكون معاه ماده زي ماده البانثينول اللي هو زي الاكوماريس مثلا او التوريمير، بتستخدمه 4 لـ6 مرات في اليوم. بنستخدم بخاخ الكورتيزون عشان يقلل الالتهاب اللي في الاغشيه المخاطيه اللي هنا، وتبدا الورم يقل فيبدا يزيد التنفس. هنستخدمها برده بخه 2 مرات صبح وبالليل. ونستخدم حبوب اللورنيز. حبوب اللورنيز هي مضاده للاحتقان ومع حاجه للحساسيه عشان تفتح مجرى التنفس وتقلل موضوع العطاس اللي بيحصل معاك باستمرار. هنستخدم حبة الصبح وحبة بالليل لمدة شهر. وهنستخدم ايه كمان؟ هنستخدم، قلنا ان احنا هنستخدم حاجة زي الجولوبرتول عشان تبدأ تفتح المجرى التنفسي كله عندك. ولو في احتقان في الجيوب الانفية، فاحنا لو في تكتلات هنا وصداع بشكل كبير، فقلنا ان احنا يا اما نستنشأ بالمية معاها البيكربونات الصوديوم عشان تبدأ تفتح وتذوب المخاط، او يا اما نستخدم حاجة زي البايسلفون حبة 2 مرات، مرة الصبح ومرة بالليل لمدة 15 يوم. في بعض الاحيان لما بيكون الالتهاب شديد بنضطر ان احنا ندي حاجة زي المضاد الحيوي زي الاوجمنتين 1 جرام، نستخدم حبة الصبح حبة بالليل لمدة 7 ايام. الناس اللي بتعاني من الشخير دايما، العلاج ده ان شاء الله واستمرت عليه هيجيب معاك نتيجة كويسة جدا. لو الانحراف ده كان بشكل طبيعي وكان بدأ يبقى فيه ورم، فده هيقلل الورم وهيقلل الالتهاب. في حاجات بتتباع في الصيدلية، حاجة بتبدأ زي معرفش زي ايه، زي الخلخال، زي ما انتم شايفينها كده بتيجي
بتتحط جوه الانف، فبتبدا تبقى محطوطه على الحاجز الانفي في النص، فتبدا تخليك تتنفس بشكل طبيعي بالليل، بتقلل بشكل كبير جدا مع كتير من الناس موضوع الشخير وموضوع عدم التنفس بالليل. فهي موجوده وبسيطه زي ما قلنا. لو الموضوع شديد فاحنا بنضطر نروح للعمليه، والعمليه بسيطه جدا، بتاخد تقريبا ساعه مع تخدير كلي، وبعدين الامور بتكون طيبه وبتروح البيت، وبعد كده خلاص الامور ان شاء الله ما بيحصلش مشكله. الدكتور بيفتح في الانف وبعدين بيكسر جزء من الغضروف اللي عامل الانحراف، وبعدين بيرجع يركب حاجز زي فاصل كده مكان الغضروف، وبيقفل عليها وبيخيط عليها اللحميه. لو اللحميه دي كانت ملتهبه وكبيره فهو بيبدا يشيل جزء منها وبيبدا يحط فتيله. الفتيله دي يمكن مش كل الدكاتره دلوقتي بيعملوا موضوع الفتيله دي، لان في ناس بتكوي وخلاص. لو في ناس لسه بتستخدم الفتيله، والفتيله دي يمكن اسوأ حاجه في موضوع العمليه، لان هو بعد كده لما بيجي يشيل الفتيله دي يكون الموضوع مؤلم تماما. احيانا الدكتور عشان العمليه معايا تظبط بيبدا يركب بحاجه من جوه كده، يبدا يركب دعامه من هنا ودعامه من هنا، حاجه بلاستيك كده، ومع الوقت اصلا حتى الدكاتره ما بتشيلهاش. ودي الايه، لو جيتوا بصيتوا على النت هتلاقوا في ناس كتير جدا بتقول لك ان عمليه انحراف الانف دي بترجع مره ثانيه. طبعا السبتوبلاستي او العمليه دي في ناس كتيره بتعملها، بيبقى الانحراف الانف جاي عندهم بشكل كبير مع كبر الانف، فبتبقى في عظمه من فوق، فالدكتور لما بيجي يفتح بالمره بيشيل العضله اللي فوق وبيشيل الانحراف ده. فالناس بتعملها كعمليه تجميل، منها تحسن تنفس في نفس الوقت تخلي شكلك حلو، فانت ممكن تضرب عصفورين بحجر واحد. رايي ايه في العمليه؟ رايي في العمليه لا، لو الموضوع مضايقك وتعبك فتره طويله روح العمليه احسن بكتير من الدواء. ده اللي انا ان شاء الله هروح اعمله بس الاجازه ان شاء الله، لان هو انت محتاج انك تقعد بعدها يعني كام يوم في البيت، وما عندناش الرفاهيه ان احنا نقعد في البيت دلوقتي. والموضوع يعني الحمد لله مانجبل، او انا قادر اتحكم فيه بالعلاج وجايب معايا نتيجه الحمد لله لما بنتظم عليه. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر. اكتبوا لنا كده كومنتات وقولوا لنا ايه رايكم في الفكره دي. لو انت عندك الموضوع ده، هل هتروح تعمل عمليه ولا هتاخد العلاج تخلص؟ دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. سلام. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعة. شكرا جزيلا. عمرو ابو بكر.